برضه في عندنا حاجه اسمها الموستروم فانتوم، دي بيسكلي بستعمله عشان نعمل بيه لينياريتي. اوكي، لو احنا فاكرين الجزء بتاع اللينياريتي كان بيبقى في عندنا كذا اوبجكت، يعني عندنا هنا في 5 اوبجكتس موجودين، ده برضو جوه ووتر وبلكسي جلاس، يعني عباره عن حاجه كبيره كده فيها ميه وفيها اوبجكتس موجوده جواها، عباره عن دي سيلندرز كده. اوكي، كل واحده من دول لها اتنيويشن مختلفه. اللي بيحصل ان انا بقيس الاتنيويشنز بتاعت بقيس السي تي نمبرز مع اصح بتاعت الحاجات اللي موجوده هنا دي. اوكي، وبرسمها قصاد الاتنيويشنز بتاعت كل واحده من الخمس حاجات دول، ودي بتبقى جيفن للايه؟ للفانتوم ده، يعني الفانتوم ده بيبقى جيفن معاه الاتنيويشن بتاعت كل واحده من دول، ومنها بقى بحسب الفرق بين الكيرف اللي انا حاسبه من الايديال سي تي نمبر والكيرف اللي انا جايبه من الاكشوال سي تي نمبر عشان احسب الايرورز بتاعتي المين سكوير ايرور، ويبقى هو ده لما بجمعه بيجيب لي الايه؟ اللينياريتي. المين سكوير ايرور نفسه هو اللينياريتي. اوكي، هو اللينياريتي فيجر اوف ميريت.